اجنبي انقلع هناك يا واد. والله الناس راح تكبرني اقسم بالله. اوب اجا شخصيه. ليتس جو. اي لاف سنو بول. يو واتس اب جايز، اي 9 كي رجع لكم بفيديو جديد باحتفاليه الكريسماس الجديده بلعبه ديد باي داي لايت. اليوم حيكون عندنا شيء اسطوري، وكالعادة ألف ألف شكرا لكم على دعمكم لي في فيديوهات السابقة، أتمنى أن تكون عجبتكم. واليوم عندنا لكم مفاجآت حلوة، وحنشوف من جوة الجيم احتفالات وألعاب نارية، وحنخش في رجل الثلج. فبلاش نطول عليكم وخلونا نبدأ على طول في البركات بدون ما نستنى. هذه بركاتنا اليوم حتكون في الجيم. عندنا أول برك سحري للساحرة اللي هو تبع الهيلينج بنسبة 100%، وعندنا البركة الثانية البون شادو عشان نخفي أثر رجلنا وقت الجري، وكمان عندنا الديسايسف طبعا كلكم عارفين هذا بيعمل إيش، وأخيرا الديد هارد كالعادة، وإن شاء الله المرة هذه تبيض الوجه وحنشيل معنا هذا الايتم. أيوة عشان يكون أحلى وأجمل احتفالية كريسمس مع الكيلرات. وطبعا حناخذ بلاد بوينت عشان نجمع بوينتس، ويلا نذهب ونحتفل. يا اخي الحفل 3 ساعات. شت 3 ساعات. 3 ساعات و30 دقيقة، يعني الساعة 7 يخلص. وانت طيب من جدك؟ لا يبدأ 4 صح؟ يب وينتهي 7. والله انا عن نفسي شكلي حلعب ديد وحشغل شاشة شغالة، ولا والله ما داري، ولا انا أشوف بكرة. أشوف بكرة. خلي جوال جنبك شغال. يا الله مين فجر دحين؟ الله ينعم أمك. عيب يا أخي، الراندوم ما يعرف يلعبوا. الله الجمعة يا عمي، هذا معرض كمان بحرجهم. قول لك معرض. ما في ألعب عدلة. اي اوفر هير اوفر هير اوفر هير. الله بتونس عليها اليوم. اليوم انا ابى طقطق، ابى طقطق توكسيك مع الكلر. الله يا هذا الكلمه دي على لسانه غير، يعني انا سمعت الاكسنت حق حقه ميز امه. يلا يلا خلص بسرعة، بتهيل هيل هيل هيل. او شيت لا تجي هنا، لا تجي هنا، ارحم امك يا رندم. وين وصلت انت؟ لا اقصد دراجي شيء لعبت. يا ليل الفيس حق هذا اليوم الصبح، بس ما في شيء بعد الدنيا. سبيريت ليف مي الون. كيف انت؟ هنا عن امك يا بنت الكلب. ول 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 ول, ول. يا واد سقط قلبي. والله ما ادري هذا ارسل لي اياه اليوم ناصر، انا ما افتهم لي الحمار ذا كان يقول. ما هو داري عاد، اقسم بالله انت ما شفته عادل يا اخي. انا تخيل ينزل في الانستغرام موضوع اندث لوب، يقول ايه اللعبه حلوه انصح بالشراء، ولعبه يتكلم عنها فيديو كذا 4 دقائق 3 دقائق. يا عاد العالم كله شاي حليب شاي حليب، صدق عجيب شاي حليب. حشوم حشوم ساحبين على ام الريفيو. حطيت زي الميم انه جاب 9 9 9 3 9 بلاتينوم، والعالم كله يضحك عليه يقول لك وات ذا فك. شو والله اللعبه جد
تقليد الجد مره مره مره. اقول لك ايش الهبل ده يعني. جد الصينيه لا جد الصينيه كده تحس الوان هبله باهته وفقع صح. حتى يضرب ضرب واحده ملي يوقف كده في كول داون. هي في كول داون نفس اقول لك. انت شوف في السرفايفر تحت اخر فيديو طبخ عارف قال طخ اخوي الله ما ادري عندهم مون ووك كمان 360. بس دقيقه الحين هم ايش وظيفتهم يفكوا ايش ولا والله انا ما فهمت بس اللعبه ما ادري يا راجل قلب امها راح يقدر راح يقدر كثير مره مره خرا. شوف كل الالعاب اللي حاولت تقلد الدد ما قدروا. عندك هذا عندك حقت ريزيدنت ايفل ذي برضه خرا. صديقي يا ابو الحيران بس تقدر تضرب عادل والله ما عاد في السرابة. ايوه طخطخوا من عارف ايه اقول لك قلبوها. ايه يا شيخ ماشي نعم تقريد تقريد يا راجل ماشي حالك. يا الله السبيرت الله عن امه تفجع والله. اي والله يسيت له قلت هذا ان عن امك يا بنت الكلب سيبيني في حالي. لا يا بيت اجلسي اندلع هناك. اخذني يقول لي اجلس يذكرني بواحد يعني افتكر عادل يقول اجلس يذكرني بواحد واحد يمكن انا العب معاه يضرب. يا واد والله الناس راح تكبرني اقسم بالله. اجلس اجلس بس هذه كلمه اجلس يا يا يمكن العب مارو بس كابكم يا ولد. اجلس 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 كان يطلع اسمه يقول اجلس اجلس اجلس. يلا نرجع نايس اوكي خلينا ندخل اوب اجا شخصيه وبقى ليتس جو اي لاف سنو بول. ينزل والخوال يلعب سيمبل يحط اللعب سيمبل هو يده بزر يسوي لك اربع كومبوات. الله الله حرام يا عيال اقسم بالله حرام. شكل حاخذ فيس كام فيس كام. ايوه رهيب رهيب يلا يا با. والله العظيم وضع غير والله ار بي اكشن اوف لاين. والله انا اللعبة نزلت لا تكسر اجزاء فاينل اجزاء فاينل الثانية تقول عم مسري ناصر لازم لازم نشوف والله عجيب والله الله يقربك. ترى انا اقسم بالله العظيم لما يتكلم في الانستغرام نزل فيديو اقفل على طول يا اخي مره يا اخي. لا والله والله مسكين والله الناس تنمرت عليه عادل والله مسكين والله صراحه صار له تنمر كثير. هو كمان يا ابوي اشتغل امنا بالشيء العادي حقه معليش والله المقطع ارسل لي اياه. المشكله الالوان الفنيه تختلف والكاسه تختلف كل شويه بس انا الافاتار ترى ما كنت مركز بالكلام الله يعينك يا ناصر. مشكلة لا لم استلموه والله الله صج صج عجيب والله سبيريت والله انت اقسم بالله ممحونة عجيب صج عجيب سبيريت تنسيف ليتس جو والله مسكين اقسم بالله
الله يا واد يدور على اتريس. ناظر ناظر والله اقسم بالله السبيريت يعني لازم تشوف الكليب برسل لك اياه خاص. علي ما له امه في الامور انا عارف يا ولد. السبيريت واحده من اقوى الكلارات عندنا اقسم بالله يا هجت امه. ران كون البتش يسلب معايا انا عارف انا عارف انا عارف يا اخي الهرجه. ميري كريسمس سبيريت. والله يا ولد طرطعت في وجهه اقسم بالله شكلي انا اليوم والله جايه جايه والله ما حتسيبني والله ما حتسيبني يا عيال. والله والله ما حتسيبني. اللعبة دي يا علي تخش تلعبها ارمي الكرام على الجنب والعب. يا اخوانات وزمان كان شغل ناجي ومو بس كذا وممكن ترى لعبة تقلب عنصرية فجأة تلاقي يا عيال عينك بدي بليز والكيلر. الله 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 نو. والله يا عيال اشرد والله اني اقسم بالله خلاص انا رحت فيها. باي باي مبروك. والله مسكينه تعذبت اقسم بالله. والله يا علي اقسم بالله انها في الجيم ده ما شمت العافيه مره. ايه فانا كل ما تروح ايه يب انا قبل وهي شايله في الظهر انزل امه من ظهرها عميها ولوبت امه في الخريطه الويب. والله يا واد احلى جيم لعبته في حياتي والله والله رانكون والله 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 طلع رانكون اقسم بالله. اخ بي سي يب بي سي اسمه فريمان. فريمان الله يا جيم اسطوري جيم اسطوري صراحه.